رأى الأمير علي بن الحسين في مركز الحسين الثقافي حفل إشهار كتاب طريق النهوض ودرب الشهادة للزميل السلطان الحطاب بحضور أمين عمان عقل بلتاج وعدد من النواب والوجهاء. وتحدث مؤلف الكتاب سلطان الحطاب عن الكتاب ومضمونه وعن دوافع الثورة العربية وتجلياتها واعتبارها نهضة عربية. حين تضيق عليها السبل وتدلهم في وجهها الخطوب تبقى الراية العربية، راية الثورة التي أسماها الحسين العظيم الراحل راية النهضة، فهي ثورة وهي نهضة. ونحن اليوم في ذكرى 100 لهذه الثورة نتفيأ ظلالها ونشعر بالفخر والاعتزاز، لأننا نسير على دربها واثقين من أن هذه الدرب واصلة وأن الأمل والرجاء ما زال يقودنا من أجل هذه الأمة. يرفع الراية الآن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وهو الأمين عليها، وتتوجه إليه أنظار العرب كلهم الآن وسط الدماء والقتل والاحتراب ووسط ضيق المساحات التي تصيب أمتنا. الأمل والرجاء هو في عبد الله الثاني بن الحسين الذي ظل أمينا على هذه الراية. لقد ألهمتني هذه المسيرة أن أضع كتابي عن الثورة العربية الكبرى طريق النهوض ودرب الشهادة، أولها شهادة، وسنستمر على هذا الدرب من أجل النهوض، فالنهوض والشهادة مرتبطان. الشهادة التي قدمها الحسين الكبير الأول نزيل القدس المحتلة، والذي طيب ثرى القدس الملك الراحل عبد الله ابن الحسين. لهذه الكوكبة من قادة الأمة العظام نحتفي، وبهذا الكتاب الذي أقدمه هدية بهذه المناسبة، وأنا أقف بين يدي صاحب السمو الأمير علي بن الحسين، إنما لنؤكد جميعا على أن هذه المنارة ما زالت تهدي كل الذين يريدون أن يهتدوا إلى طريق الأمة وإلى صلاحها. سيدي صاحب السمو، هذا الكتاب توقفت فيه عند دوافع وأسباب الثورة، وكيف كان الحسين الأول طيب الله ثراه قد دعا الأمة للتخلص من نير الاحتلال، وأصدر بيانه الأول الذي خاطب فيه الأمة مسلمين ومسيحيين على قدم المساواة حين كانت التفرقة هي الأصل. وقد قاد المنشور الأول للحسين الأول العظيم هذه الأمة ليخرجها إلى طريق الصواب. ثم توقفت عند ثمرة الثورة العربية، وهي الجيش العربي، القوات المسلحة الأردنية، نواة الفكرة وحامل لواء الفكرة الجيش العربي الذي ما زالت راياته خفاقة حتى هذه اللحظة. وقد التف حوله في البداية أحرار العرب جميعا، جاءوه من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن فلسطين. وحين نستعرض صور أولئك الذين قادوا هذه الأمة عسكريين ومدنيين نجدهم عربا إلى جانب الأردنيين الذين يحملون الراية الآن ويلتفون حول قائدها. كما تحدث في الحفل أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع والأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ومدير التوثيق في الديوان الملكي الدكتور بكر خازر المشاري.